من دلوقتي لحد اخر التحدي، مش عايز اي حد فيكم يضحك، مش عايز اي حد يبتسم حتى، كل واحد يحاسب على كلامه، وبلاش الكلام اللي هو فيه غباء وهطل ده ساعدونا علشان ما تضحكش زميلك. ومش كلام بس، الحركات بقى اللي هي بتقعد تعملها بلي والحاجات دي ما تعملهاش يا سعدون. انت بالذات حاول تكلمني بظهرك طول الوقت عشان انت وشك بيضحكني. اكلمك بظهري؟ ان انت هتديني حقنه دي قله ادب، دي ايه ده؟ معلش يا سعدون، التحدي ده بس عشان خاطري. يلا ليه؟ ايه يا زكريا؟ خليه يديني وش عشان ظهره بيضحكني اكتر. لا لا سكته، ايه ده؟ طب خلي بالكم يا جماعه، الممنوع مرغوب، يعني الحاجات اللي ما كانتش بتضحكنا في العادي هتضحكنا دلوقتي. طب بقول لك يا مازن، بالفرض يعني لو انا حسيت ان انا هضحك اطلع من المأزق ده ازاي؟ لو حسيت ان انت هتضحك حاول تفكر في اي حاجه حزينه تيجي في دماغك. ما للاسف ما فيش حاجه حزينه في حياتي خالص. مفيش حاجه حزينه في حياتك يا زكريا، ده انا من ساعه ما شفتك وانا بحمد ربنا على النعمه اللي انا فيها. مازو انا مش فاهم الفرضيه دي، يعني ازاي حاجه يعني ازاي يعني انا لو مكانك مثلا لو حسيت اني هضحك هفكر في تهاني على طول، دي هتموت فكره الضحكه عندك. تصدق صح فعلا، ده حاجه محزنه جدا. بس انا اقول لك على حاجه، هو اللعبه ما قالتليناش ايه نوع الضحك اللي بيوقع بالظبط. يعني هديك مثلا، اللي هو لو انا ابتسمت ابتسامه الثقه الهادي دي توقع. بص، او نضحك مثلا الضحكه اللي هي مش يخرب بيت معرفتك، انت خرجت بره، حرام عليك، ده احنا لسه بنسمع عشان نبتدي. انا اسف، ما كنتش اعرف انها او 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 دي هتوقعنا. ياه، طب خلاص انا هنتحر ولا امشي؟ امشي انا؟ امشي بقى غرفه 60 ده. ده يغور ايه؟ ده سلاح فتاك في الضحك بالعقل كده. هو في سحنه هتضحك غير ده؟